على دوار جديد اللي هو كان جا واحد الطاشرو اللي دوزو لواد البحر هنايا، دوزوه في ديال المبادرة، وكان حيدو كاع الزرب ديال الساكنة كله حيدوه، عراو الديور ما خلاو لهم لا حتى الحيوت، كانوا قاسوهم وقاسو الساكنة بالنسبة للتراكس وداكشي كاع، زعزعوا لهم الحيوت ديالهم. وبالنسبة للواد الحار اللي هما كانوا ركبوا كانوا حيدوا باش يبرانشيو لهم الناس، بقى داكشي كلشي عريان. والقواس اللي حيدوا من الواد الحار اللي كانوا حيدوه القديم، شدوه وردموه في البلاد ديال مواليه، وباقي داكشي راه كلشي باقي. وحتى بالنسبة للعين اللي هي العين ديال سيدي اسماعيل، اللي مسميها العين ديال سيدي اسماعيل، لابس الشارج ديالها اللي هو كاين العين سيدي اسماعيل ليه، وكاين الشارج ها هو هنايا اللي هو جوج ديال العيون كاين هنا، ردموهم تما، هزوا التراب وردموه فيهم تماك، وما بقاش الماء كيخرج تماك، ونطلبوا الله يرحمنا برحمته. اما بالنسبه للساكنه ديال دوار جديد، راه مقصيه من جميع المسائل، لا هي ولا سيدي اسماعيل، دائره سيدي اسماعيل دائره سبعه، راه مقصيه من جميع المسائل، ما فيها لا بولات، ما فيها لا واد الحار، ما فيها حتى شي حاجه. وهذا الشيء راه كنحملوا المسؤوليه للجماعه اللي هي ما انتبهاش لهذا الساكنه اللي هي دائره سبعه، وما عرفناش اخويا شنو هذا الشيء هذا اللي راه غاديين به، ما نعرف اشنو كاين ويو هاد الناس، واشنو كاين، واش كيسيروا الدائره بدائره، ولا ولا ما عرف اشنو باغي يديروا في ريوم. وكنطلبوا الله ينصر سيدنا والله يرحمنا برحمته ويهز علينا هذا الوباء. On veut discuter de ce qui se passe dans notre quartier. On est à Sbeyon. On appelle ça Douar Jdid, Douar, comme vous voulez. Mais si vous regardez à l'époque, quelques années en arrière, ici, il y avait de l'eau en abondance. On appelle ça Sbeyon parce qu'il y avait sept sources. Une, elle est morte. Les gens aujourd'hui se plaignent. Se plaignent de quoi? Se plaignent de qu'on n'a rien. Les gens d'ici ne veulent rien. Voilà. On parle, tout le monde. Ce que je voudrais vous dire, voilà, c'est que si chacun se donne la main, on oublie les élections parce que les élections arrivent. C'est peut-être pour ça que vous êtes là. On oublie ça. On veut juste vivre simplement dans le respect, dans le ce qu'on a. كيجي الطحين المعاون للمساكين، فين هو؟ فلان مقيد، ومنين كيمشي يشد الطحين كيقولوا تقاضى، فين مشى؟ خليه يرسلني حتى نجي. واش مقيد ولا ما مقيدش؟ أعطيني حقي. صدق الطحين من هنا كيمشي كيتباع في مولاي الزرعون. يلا واش مغربينا مخصوص؟ مخصوص الحمد لله، الملك قال بالشعب ديالو والله ينصرو ويزيدو في الايام ديالو، ولكن هاد الناس هادو ما كيخدموش معقول. ولا انا مقيد في المعاونه في الدعم، الدعم ماشي انت اللي كتعطيه، سيدنا اللي كيعطينا، مقيد نمشي نجيبو تقول لي تقاضى ولا سير في حالك ما كاين شيء، وهو داه واحد اخر، وكان اللي كيشد خنشه ويدي جوج. وفي البلديه كيديه ما عندهمش الحق باش يديه، في البشويه كيديه الطحين ديال الدم ما عندهمش الحق باش يديه. انت خدام المرضى ديالك، سير شد هاد دبر راسك معاه، هاد الطحين خرج للمساكين اللي ما عندهمش، والهجالات اللي ما عندهمش، فين غادي نوصلوا في هاد الشيء؟ هاد الشيء باش غادي نطلعوا؟ القوي ياكل الضعيف؟ لا تقلب السحر على الساحر؟ هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه كيضرني في قلبي بزاف، ما كنبغيش كاع نجمع معلومة هادشي، كيفاش نجمع معلومة كاع هادشي؟ كتكون واحد الحاجة كنديرها من جيبي يعني، نجيب المشروبات ونجيب هادي ونجيب هادي ونجيب هادي، وخطرة الباشا اللي مشى، عيطوا لي مشيت طلعت لعندهم، هاني كنقولها بطايطاي، طلعت لعندهم، جلست على الحاج، جلست، ضرب فيا الباشا قال لي واش درك الحاج في هاد الحفلة هادي، قلت له ناقصة. قال لي كيفاش ناقصه؟ الماكله موجوده، القطو موجود، كل شيء موجود. قلت له ناقصه، وهذا الشيء اللي كتاكلوا انتم ياكلوه الشعب اللي راهم كيدفعوا من خزنيه برا في الشمس، ما حسخهمش باش تاكلوا هذا الشيء.